ينضم معي عبر سكايب الدكتور غسان يوسف، رئيس مكافحة العدوى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. دكتور غسان، مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة. طالبت الصحة والتعليم بضرورة تلقي الطلاب الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس حتى يكون هناك فترة 3 أسابيع بين الجرعتين. هل يوجد ضرر حال قلت هذه المدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوجد ضرر. طبعا الفترة الزمنية بين أي جرعتين اعتمدت على نوع التطعيم. أغلب الدراسات اللي عملت على فايزر وأسترازينيكا وضحت أنه فترة من 3 إلى 6 أسابيع كافية. بالنسبة لفايزر تحديدا الفترة كانت 3 أسابيع، فلا يوجد أي ضرر من تقصير المدة. طبعا هذه كلها تحكمها عدة عوامل، منها العرض والطلب، توفر كميات. لكن عندما ننظر إلى أي تطعيم هناك عاملين مهمين، عامل السلامة وعامل الفعالية. من ناحية السلامة كل هذه التطعيمات أثبتت سلامتها وقلة المضاعفات الجانبية منها، فالجواب هو إن شاء الله العملية آمنة إذا كانت الفترة 3 أسابيع. لكن أنا قصدي إذا كانت أقل من 3 أسابيع، هذا السؤال دكتور، إذا كانت أقل من 3 أسابيع هل هي خطرة أو ماذا تكون حالتها؟ إيه، الفترة هي 3 أسابيع. أقل من 3 أسابيع ربما لا ينتج الجسم الأجسام المضادة المناسبة، فبالتالي تنتفي عملية فعالية هذه التطعيم، فهي خاصة بفعالية التطعيم وليس السلامة. يعني لا يوجد أعراض جانبية إذا أخذت أقل من 3 أسابيع، لكن ما حيكون فيه تأثير المطلوب. هل عند تلقي الجرعة الأولى بدون الثانية دكتور يكون للأولى مدة زمنية؟ بالنسبة لموعد أخذ الجرعة الأولى يجب على الجميع أن يأخذها، لكن ممكن نقسمها إلى فئتين من الناس، فئة أصيبت وفئة لم تصاب. بالنسبة للفئة التي لم تصاب بالمرض فتأخذ التطعيم في أقرب وقت ممكن، لا يوجد فترة زمنية. بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا الآن الوزارة حدثت الفترة واعتبرت أنه ممكن نأخذ الجرعة الأولى بعد 10 أيام من الإصابة. طبعا الفترة السابقة كانت 6 شهور، لكن زي ما نعرف أنه العلم يتطور والمعلومات تتوارى، واللي توفر الآن لدينا من الدراسات أنه فترة 10 أيام كافية أنه الجسم يتعافى من المرض، فبالتالي إعطاء الفاكسين أو التطعيم بعد 10 أيام هي عملية سليمة. طبعا هنالك سبب آخر لكل هذه الإجراءات وهي متحور دلتا، لأنه قلب جميع الموازين والآن كأنك تتعامل مع فيروس جديد شديد الانتشار، فالوزارة وجميع الدول تحث على أخذ التطعيم في أقرب وقت ممكن لتفادي الإصابة بهذا المتحور، وحتى الأشخاص المتعافين فترة 10 أيام كافية جدا بالنسبة لهم. لو أعطيت الجرعة الأولى بعد كذا الجرعة الثانية زي ما يعني تفضلت هي 3 أسابيع. دكتور، أعلنت شركة فايزر باحتمالية ضعف اللقاح مع الوقت، هل يمكن أن يكون هناك جرعة ثالثة؟ طبعا هذا هو سؤال الجميع أو السؤال المتداول حاليا في جميع الدول. برضو يجب أن ننظر إلى عدة عوامل. العامل الأول هو أنه لا يوجد أي تطعيم في التاريخ إلا وتضعف يعني فعاليته مع مرور الوقت. هذا الشيء ليس خاص بالكوفيد 19 عشان الناس بس تعرف. فهذه الشركات التي أنتجت اللقاحات هي في عملية دراسات متوالية، يعني ما أنه أنتجت التطعيمات وتوقف الحال. هم يقوموا بإجراء الفحوصات على المرضى اللي تلقوا هذا اللقاح بصفة مستمرة، ولاحظوا أنه ربما يكون في انخفاض مع الزمن. العامل الثاني اللي أشرت إليه هو متحور دلتا، لأنه يجب التأكد أنه أي تطعيم يعني يكون فعال ضد هذا التحور. فأنا في توقعي أنه ربما يكون هناك حاجة إلى جرعة ثالثة لكن ليس حاليا. إذن هناك ضعف في الفعالية مع الوقت للقاح. إيوه، هذا يمس أي لقاح ممكن يكون في بالنسبة لشركة موديرنا مثلا أجرت دراسات وحددت أنه الفعالية ما زالت 93%، يعني عالية. شركة فايزر قالت أنه انخفض إلى 86%، فهذا شيء متوقع مع الزمن، لكن إلى الآن فعاليتها ثابتة حتى ضد دلتا. لكن ربما يتغير هذا الوقت مع مرور الزمن. طيب دكتور،
بالأمس سجلنا رقم قياسي أيضا جديد بأكثر من 500,000 جرعة لقاح في يوم واحد. مع هذه سرعة الوتيرة الحالية، كم تتوقع ممكن نوصل للمناعة المجتمعية ب70% للجرعتين؟ طبعا الوزارة وضعت أهداف، أنا توقعي في نهاية هذه السنة الميدالية أو بداية السنة القادمة، لكن لو استمرينا على هذه الوتيرة نصف مليون في اليوم أتوقع نصل إلى ذلك خلال شهور. طبعا ما أحب أني أخوف السادة المشاهدين، لكن متحور دلتا قد يقلب الموازين، قد يتطلب الوصول إلى 80 أو حتى 90% من المناعة المجتمعية، وذلك بسبب سرعة انتشاره، لأنه ينتشر بنسبة 3 أضعاف المتحور العادي. فأتوقع على نهاية هذه السنة. نعم. إن شاء الله. أيضا دكتور، هناك تحديثات للسي دي سي الأمريكية بأن الأشخاص الحاصلين على التطعيمات كاملة ملزمين بالفحص عند المخالطة وعزل أنفسهم، مدى صحة ذلك؟ نعم صحيح، والسبب وراء ذلك هو متحور دلتا، لأنه طريقة وسرعة انتشاره ووجود بعض الحالات اللي نسميها breakthrough infections أو اللي هي الإصابات لدى حتى المطعمين أدت إلى هذا البيان الجديد. طبعا لازم نحط شيء في الحسبان، أنه الحمد لله حكومة المملكة ووزارة الصحة لم تتخلى عن الإجراءات الاحترازية اللي هي وضع الماسك وغيره، بينما صار في تراخي في أمريكا في هذا الموضوع عندما انتشرت وتيرة التطعيمات، والآن هم يراجعون موقفهم. فبالنسبة للمملكة الحمد لله بسبب أنها استمرت في الإجراءات الاحترازية لا يوجد الآن أي يعني توصية داخلية لهذا الشيء، لكن هذا الشيء اللي دفعهم في أمريكا إلى مراجعة حساباتهم حتى بالنسبة للمطاعمين بسبب انتشار تحور دلتا حتى بين المطاعمين. هو السبب. دكتور غسان يوسف، رئيس مكافحة العدوى بمستشفى الملك فيصل تخصصي بجدة، شكرا جزيلا لك دكتور.